grande. مظاهرة اليوم من أمام المسجد العمري في مدينة الرستن تعبيرا على استمرارية مدينة الرستن بالثورة، ولتثبت للعالم أجمع أننا أحرار ولسنا إرهابيين ولا يوجد بيننا إرهابي. ونقول لمن يدعون أن هناك مجموعات إرهابية مسيطرة على الرستن، فهذه المظاهرة شاهد إثبات على أن ليس بيننا لا إرهابي ولا متعصب. كون السيد أبو هاشم محمود هاشم خلاف رئيس الهيئة العامة السياسية في مدينة الرستن. الحمد لله بعد حضورنا لهذه المظاهرة حسينا استرجع الأمور ببداية الثورة كأنه بأول ما بيشنا أول نهار من أول بداية الثورة، ونصرتنا لدرعة قواتنا بدرعة، وهاي الأمور إن شاء الله كل ما عم نرجع نعيد مظاهرات عم أحس الأيام عم ترجع، وإن شاء الله إنه الحرية قربت وقرب السقوط بشار الأسد وإزالته وإعدامه وخلي يشتد بظهره بإيران وبوتين واللي بيشد على ايده. والله نحن بنحب الموت اكثر ما بنحب الحياه، ولكن لضمن الاجيال اللي بعدنا عشان ما ندمر مستقبلهم.